رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم. نرحب ونسعد ونشرف بضيفنا الكريم في هذه المجالس، مجالس التاريخ، الدكتور زين العابدين كامل، الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا دكتور زين. مرحبا بحضرتك أستاذ أحمد، شرفنا وسعدنا بلقائك. ربنا يبارك في حضرتك. الله يحفظك. دكتور زين، تكلمنا في مجالس التاريخ، تكلمنا عن خلافة الصحابي الجليل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تكلمنا عن استخلافه رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، تكلمنا عن أهم إنجازات الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكل حياته إنجازات في الحقيقة، تكلمنا عن فضائل الصديق وشمائله وأخلاقه رضي الله عنه وأرضاه، ثم تحدثنا عن خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإنجازات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نحتاج أيضا إلى أن نتحدث عن فضائله وأخلاقه وشمائله رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما وأننا نتكلم في التاريخ بالفعل وفي وقائع التاريخ وملحمة التاريخ، لكن في الحقيقة يعني كان وجهة نظر الدكتور زين العابدين أننا إذا تحدثنا عن هؤلاء الكرام الأفاضل ينبغي أن نقف عند فضائلهم وشمائلهم، لا سيما وأن هناك من ينتمي ولو حتى بالاسم لأمة الإسلام وقد يطعن في هؤلاء الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ماذا عن فضائل عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كما تفضلت، تحدثنا قبل ذلك عن خلافة عمر بن الخطاب وأهم الإنجازات التي كانت في عصر خلافته. نعم. تحدثنا عن الفتوحات في بلاد العراق وبلاد الشام وبناء بعض المدن الجديدة في بلاد العراق، أنه يعني أول من دون الدواوين في التاريخ الإسلامي، تطور منظومة القضاء في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبالفعل نحتاج إلى أن نقف مع يعني فضائله ويعني شيء يسير من يعني مآثره رضي الله عنه. يعني هو بدأ ذي بدء بنقول ان يحق لكل أمة ان تفخر بتاريخ امجادها، يعني صحيح، ويعني احق أمة بهذا هي أمة الإسلام. نعم. يعني خرج جيل فريد سواء من الصحابة رضي الله عنهم او عبر القرون المختلفة، يعني سبحان الله ما من يعني حقبة زمنية الا وترى يعني هناك من يخرج يعني رباه الله تبارك وتعالى. نعم. ينصر هذه الأمة سواء بالعلوم المختلفة، بالدفاع عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بحركة الفتوحات، في كل حقبة يعني هناك أشخاص يعني اختصهم الله تبارك وتعالى نصرة هذا الدين. وكما ذكرت، يعني حق أمة بأن تفخر بتاريخها هي أمة يعني الإسلام. ولذلك يعني كانت هذه المجالس التاريخية لتنقيح التاريخ مما يعني علق به من أباطيل بعد التحريف الذي تعرض له التاريخ الإسلامي. لكن المشكلة إذا أردت أن تتحدث عن مآثر عمر. نعم. تحتار تتكلم عن إيه ولا إيه؟ هتكلم عن إيه بالضبط؟ عن عمر يعني رضي الله عنه. رضي الله عنه. هتكلم عن يعني عدله ولا عن حلمه ولا عن شدته في الحق ولا عن زهده ولا عن ورعه ولا عن حاله مع أهله وأبنائه، ولا تتكلم عن الفتوح، فتح نص الدنيا يعني. صحيح، رضي الله عنه. نعم. لكن يعني كما فعلنا مع أبي بكر يعني نذكر شيئا يسيرا يعني نذكر به أنفسنا والمشاهدين الكرام من فضائل عمر، حتى تكون يعني الحلقات مثمرة، ما يبقاش موضوع سرد أحداث يعني تاريخية فقط. نعم. لكن يعني نبرز بعض الصفات الحميدة التي تمتع بها يعني عمر رضي الله عنه. نعم. في الصحيحين طبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على عمر رضي الله عنه وقال: قد كان في الأمم محدثون، يعني ملهمون، فإياكم في أمتي أحد فعمر. ويكفيه فخرا يعني هذا الحديث، يعني هو الملهم المحدث، فهذا ثناء عظيم جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. وللأسف كما ذكرنا مع يعني الصديق، يعني هناك من يطعن في عمر ويسب عمر رضي الله عنه. نعم. كذلك روى الحاكم وأحمد والترمذي بسند يعني صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر، ويكفيه منقبة، لو كان بعدي نبي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وكما في الحديث الأخرى، يعني لو سلك الشيطان فجا
وسلك عمر يعني فجا آخر. سبحان الله، يعني فر الشيطان من فج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهذا يدل على يعني رضا الله تبارك وتعالى على يعني ذلك الرجل المحدث الملهم الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هو بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل الجنة، بل رأى النبي عليه الصلاة والسلام قصره في الجنة، وقص هذا على عمر رضي الله عنه، وكان لا ينطق إلا بالحق كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله أجرى الحق على لسان عمر وقلبه، فيه منقبة أنه لا يتكلم إلا بالحق رضي الله عنه وأرضاه. لو تحدثنا عن أحواله مع أهله وأبنائه، وكيف كان يربيهم على الزهد والورع، وتجد يعني ملمح آخر وهو العدل في حياته رضي الله عنه. على سبيل المثال، كان عبد الرحمن بن عمر يعيش في مصر، يعني هذه الرواية ذكرها عبد الرزاق والبيهقي والنسائي وغيرهم من يعني أصحاب السنن، وذكرت في كتب التاريخ، وابن تيمية علق عليها. لكن عشان بنقول ابن تيمية علق عليها، علاقة ابن تيمية بالتاريخ، لا، هو ابن تيمية بس عشان علق على الرواية دي لأن حواليها أسطورة. عبد الرحمن ابن عمر شرب الخمر في مصر، وأقام عمرو بن العاص الحد عليه سرا. لغاية كده القصة صحيحة. الأسطورة إن عمر استدعى عبد الرحمن وأخذ يعني يضربه حتى مات. أخذ يضربه حتى مات، دي غير صحيح، لم تأتي بسند يعني صحيح ولا في شيء من القبول يعني. لكن الذي حدث أن عمر علم بما فعل عبد الرحمن، وعلم أن عمرو بن العاص أقام الحد على عبد الرحمن، لكنه أقامه سرا. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: ولم يرى عمر يعني أن الوجوب قد سقط بإقامة الحد الأول. حتة إن الحد أقيم في بيت مغلق، عمر شاف إن ده لم يسقط يعني الواجب، فقام باستدعاء عبد الرحمن من مصر وأقام الحد عليه مرة أخرى في المدينة المنورة. وهذا يدل على التربية، مش عشان انت ابن امير المؤمنين يعني تفعل ما بدا لك. فكان في حتى في خطب الجمعة كان عمر يعني يقرأ على اهله ما يقوله للناس، يعني يربي اهله على ما يربي به الامة، يعني اهله مش في معزل يعني عن عوام الناس او عن الرعية. عمر رضي الله عنه ثبت أن ابنه عبد الله بن عمر، وإحنا لما نتكلم عن عبد الله بن عمر، ابن عمر ده بنتكلم عن حد من أفضل الصحابة رضي الله عنهم، يعني صاحب مدرسة خاصة، يعني حتى في المشاكل والتوترات التي حدثت يعني في المدينة في مواقعة الحرة ولا غيرها ولا مشاكل يزيد، هو كان ليه مدرسة فريدة أنه يحافظ على جماعة المسلمين، كان لا يعني يحب الخلافات ولا التوترات، وكان من أفقه الصحابة رضي الله عنهم. أسس مدرسة فقهية سياسية وحده رضي الله عنه، ومن أكثر الناس يعني تمسكا بالهدي الظاهر للنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. كان ابن عمر يعني يفعل ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأقصى مما تتخيل، يعني حتى لو مش السنة، يعني حتى لو هي حتى عادات أمور حياتية. قرأت أنه كان يحب أن يمشي كمشي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسير على دربه وعلى خطاه الطريق. أحسنته، يعني حتى نام يوما في مكان وقال: هنا رأيت رسول الله نائما. تبول مرة في مكان وقال: هنا رأيت رسول الله يبول عليه الصلاة والسلام. وهكذا. فابن عمر أبعد ما يكون عن الشبهات. مش هو ده اللي يعني استغل منصب أمير المؤمنين يعني. لا، مش هو ده. ومع ذلك عمر رضي الله عنه رأى في السوق يوما إبلا ترعى، وبعدين كانت سمينة كده وحلوة، فسأل يعني إبل من هذه؟ قالوا: هي لعبد الله بن عمر. زعل جدا سيدنا عمر وغضب، مع أن الطبيعي جدا يعني فيش حاجة الغضب دلوقتي تزعل يعني. يعني هو زعلان من هو حقه يعني يفعل ذلك. يفعل ذلك. فقال: أتوني به. فجي عبد الله بن عمر وقال: يا عبد الله، ما هذه الإبل؟ قال: يا أمير المؤمنين، اشتريتها بخالص مالي
وتاجروا فيها كالمسلمين، يعني ما عملتش حاجة زي تانية الناس يعني زي الناس يعني ما فيش مشكلة خالص يعني. لكن كان نظرة عمر نظرة أبعد من ذلك. قال وإذا رأى الناس إبلك قالوا هذه إبل إبر أمير المؤمنين. يعني يربو ربحك وتسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله بيع الإبل وخذ رأس المال ورد الباقي لبيت مال المسلمين. احنا عارفين ان الاوضاع كانت الاول كان في منطقه بتسمى بالحمى، وكان في طبعا المياه غير منتشره، ففي ابيار معينه واماكن معينه لسقيا الابل وما الى ذلك يعني. فهو بيقول له ان يعني الابل بتاعتك لما تكون موجوده وفي ناس ثانيه ليها ابل، الناس هتعمل ايه؟ يعني ابل ابن عمر هتوسع لك بقى وكده، وهو اللي هم دول اللي يخليهم في المرعى ودول اللي في العشب ودول اللي يشربوا الميه. فقال له لا، يعني عمر غير راضي عن كده، مع ان هذا اصلا لم يحدث. يعني هو ما حصلش يعني هنا لكن عمر تحسبا لكي لا يحدث له يتوقع ذلك فيما بعد يعني. بالظبط كده، وعشان يربي ابن عمر لما تيجي تتصرف في حاجه في حاجات تخلي بالك منها ممكن تكون انت مش شخص عادي. بالظبط كده، انت ابن مين يعني. بالظبط كده. وبالفعل يعني اصر على ان تباع الابل، واخذ ابن عمر عن راس المال واعاد الربح الى بيت مال المسلمين. كذلك حدث مع ابن عمر ايضا في معركه جلولاء. معركه جلولاء دي كانت مع الفرس. ابن عمر حضر معركه جلولاء وهو كان من المجاهدين، يعني سافر إلى أماكن كثيرة جدا وكان من المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. فهو يقول فابتعت من المغنم 40,000. هو اشترى حاجات من المغنم 40,000. قال فلما قدمت إلى عمر قال أرأيت لو عرضت على النار فقيل لك افتده. عمر بيقول له يا عبد الله لو أنا هدخل النار وقيل لك افتدي عمر. نعم، عشان بس ايه المشاهد يبقى مجمع المعنى. يا عبد الله لو عرضت انا على النار وقيل لك افتدي، اكنت مفتديا به؟ هتفديني؟ فقال عبد الله والله ما من شيء يؤذيك الا كنت مفتديك منه. نعم، اي شيء يؤذيك انا عمري ما اتاخر ابدا. قال كاني شاهد الناس حين تبايعوا. هو راجل اشترى زيه زي بقيه الناس اللي اشترت بعد ان انتهت موقعه جلولاء. هو اشترى والناس تانية كتيره جدا اشترت ورجعوا بالحاجه بقى بعد كده الى المدينه. فعمر بيقول له انا متخيل كده اللي حصل وانت بتشتري. قال كاني بالناس حين تبايعوا فقالوا عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أمير المؤمنين وأحب الناس إليه. بقول له أنا متخيل كده وانت داخل تشتري الناس بقى كانت تبص عليك وتقول ده من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وده ابن أمير المؤمنين، وده اللي عمر بيحبه من أكثر أبنائي حبا له، وأنت كذلك. قال له فعلا أنت صحابي وانت من أحب أبنائي إلي، يعني ما فيش مشكلة. بس هنا عمر بقى الملمح والتحفظ بتاعه على ايه؟ قال فكان ان يرخصوا عليك احب اليهم من ان يغلوا عليك. لما يجي يبيعوا لك هيبيعوا لك الحاجه بسعر ايه؟ بسعر رخيص. انا كزين بقول حتى لو ده حصل ما فيش مشكله. يعني انا بشتري من حضرتك حاجه. فللعشم بقى اللي بينا، لمنزلتي، للعلاقه، أكرم تاني يعني. فحضرتك اكرم تاني ما فيهاش مشكله يعني. حضرتك ده بيحصل في حياتنا العاديه يعني. ممكن حد ينزل في السعر لحد عشان بيحبه يعني. فهو ما فيش مشكله خالص. لكن هنا تحفظ عمر على هذا وقال اني قاسم مسؤول. انا مسؤول عن هذا التوزيع وعن هذه الامور، وانا معطيك اكثر ما ربح تاجر من قريش. قال له بص بقى يا عبد الله، انا هشوف الناس اللي اشترت زيك اكتر واحد فيهم كسب قد ايه، وهديك زي اكتر واحد كسب. بس انت مش هتكمل الموضوع. قال وانا معطيك اكثر ما ربح تاجر من قريش، لك ربح الدرهم درهم. نعم، كل درهم انت اشتريت بيه تاخد مقابل ايه؟ بتاعه درهم. قال ثم دعا التجار فابتاعوا منه، اشتروا الحاجه بتاعت ابن عمر ب400,000 درهم. هو اشترى الحاجة بكام؟ نعم، ب40. باعها، اشتراها ب40,000، اتباعت ب400,000. الله أكبر.
كان المكسب كام؟ اما مكسب كبير. نعم. فدفع الي 80,000. نعم. عمر بيقول اعطاني 80. مع ان الحاجه بتاعت ابن عمر دي اللي هو اشتراها بخالص ماله هو اشتراها ب 40 اتباعت ب 400. نعم. قدام عمر. لكن قال له لا، انت هنشوف اقصى واحد كسب قد ايه؟ كسب الدرهم قصاده درهم. انت اشتريت ب 40,000 تاخد 80,000. طب الباقي؟ ورد ذلك الى سعد بن ابي وقاص ليقوم بتقسيمه. هكذا كان عمر. احنا بنقول هكذا كان يربي يعني اولاده، وكان هكذا يتعامل مع ابنائه رضي الله عنه وارضاه. حتى مع يعني زوجته ام كلثوم رضي الله عنها وارضاها. احنا عارفين ان احنا مما يدل على العلاقه الحميمه جدا بين عمر وعلي بن ابي طالب، يعني ان البعض بيقدح في العلاقه ويقول ان العلاقه كانت يعني علاقه عدائيه، وان يعني عمر بقى يعني سرق الخلافه من علي وعلي كان اولى بها يعني كيف تكون العلاقه علاقه عدائيه ويزوج علي ابنته لعمر رضي الله عنه؟ نعم. يعني الذين يقولون ذلك يعني افلا تتفكرون، يعني افلا تعقلون. فكانت ام كلثوم رضي الله عنها بنت علي هي زوجة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. نعم. فجاءت مروط الى عمر، اقمشه جاءت الى عمر اقمشه، وقام بتقسيم الاقمشه على نساء الانصار. نعم. طبعا اولى حد يعني ياخد مين؟ يعني يدي زوجته، يدي بناته، يعني ده شيء طبيعي. نعم. على الاقل هنقول مش هيخصهم، لكن يعني هم كبقيه نساء الانصار، كبقيه النساء في المدينه المنوره. قسم المرط على نساء الانصار، فبقي منها مرط جيد، فضل واحد بس لكن حالته حاله كويسه. فقال له بعض من عنده: يا امير المؤمنين، اعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي ام كلثوم بنت علي رضي الله عنها وارضاها. فقال عمر: ام صليط احق به. ايه ام صليط دي؟ وايه اللي فكروا بموضوع ام صليط دي؟ يعني قال: ام صليط احق به، هي امرأة من نساء الأنصار ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل ذلك. قال عمر: إنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. إنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، يعني كانت تحمل الماء إلينا في يوم أحد. فأعطاها يعني المرط وفضلها، سبحان الله، وفضلها يعني على زوجته وعلى يعني ابن بنت النبي، بنت ابن بنت بنت النبي عليه الصلاة والسلام. طلحة رضي الله عنه وأرضاه، لما نتحدث عن تواضع سيدنا يعني عمر رضي الله عنه، طلحة يحكي لنا أنه خرج يوما في سواد الليل، يقول: فدخل عمر بيتا. نعم. هو شاف عمر دخل بيت كده بالليل وبعدين طلع تاني. فطلحة يعني الموضوع يعني ايه البيت ده بتاع مين؟ ليه عمر دخله بالليل ما دخلوش بالنهار يعني؟ فيعني أراد أن يعني يفهم ما يعني يحدث. قال: وفي الصباح ذهبت إلى ذلك البيت. نعم. هو في الصباح ذهب إلى هذا البيت ليعلم يعني من يعيش داخل هذا الباب. قال: فإذا بعجوز عمياء. دخل لها امرأة عجوز جدا كبيرة في السن وأصيبت بالعمى، فقال لها: ما بال هذا الرجل يأتيك بالليل؟ الرجل ده بيجي لك ليه؟ شفت حد دخل عندك بالليل؟ نعم. فقالت المرأة: يتعاهدني منذ كذا وكذا، بقاله فترة طويلة جدا بيجي لي، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. نعم. فقال طلحة: ثكلتك أمك يا طلحة، عثرات عمر تتتبع. يعني هذا لا يتتبع. نعم. وتخيل بقى أن واحد زي ما حضرتك كده أشرت في البداية، الفتوحات كانت قد إيه في عهده، والرقعة الإسلامية كانت قد إيه في عهده، بيهتم بامرأة عجوز يعني عمياء ليس لها أحد، وكان يدخل عليها ليقوم بخدمتها ويخلص في ذلك مع الله تبارك وتعالى. يعني كان حتى يعني يدخل يعني بالليل حتى لا يراه يعني احد من الناس، يعني من باب الاخلاص لله تبارك وتعالى. كذلك في الحج، يعني لما نتكلم عن عمر في التواضع ايضا،
عبد الله بن عامر بن ربيعة نعم حج مرة مع عمر بن الخطاب. نعرفين بقى الحج، والحج برضو درجات يعني. نعم. يعني في ناس بتبقى في مخيمات خمس نجوم وتبقى ماشي في منى ولا في عرفة وشامم ريحة اللحمة المشوية. نعم. وفي ناس اقتصادي، وفي ناس اللي رايحة بدون سكن. نعم. فتخيل بقى ان عمر هيحج بقى. نعم. يعني مش اللي بيحكم المدينة ولا اللي بيحكم مكة ولا اللي بيحكم أرض الحجاز يعني. نعم. فهيحج، فالمفروض بقى ان يكون في موكب يعني يليق بأمير المؤمنين. نعم. رضي الله عنه. لكن هنا المفاجأة أن عبد الله بن عامر يقول: خرجت مع عمر بن الخطاب حاجا من المدينة حتى عدنا إلى مكة. نعم. من ساعة ما اتحرك من المدينة وهو معاه لغاية ما رجع تاني المدينة وهو معاه، فمر معاه بكل الظروف يعني، راح معاه منى وراح معاه عرفة وبات معاه في المزدلفة وراحوا الحرم مع بعض ورجعوا مع بعض كل حاجة. قال: فما ضرب له فسطاطا ولا خباء. نعم. ما كانش حتى بيعمل لنفسه خيمة. فما ضرب له فسطاطا ولا خباء، كان يلقي الكساء على الشجرة فيستظل تحته. نعم. يعني لما كان في الطريق كده وهو ماشي عايز يريح شوية يجيب حتة قماشة ولا يجيب الكساء بتاعه يحطه فوق الشجرة وينام تحت الظل. والكلام المشهور يعني لما رآه يعني رسل يعني الفرس قالوا يعني: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذا هو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. كذلك اهتمام عمر بفقراء المسلمين في المدينة المنورة. نعم. احنا عارفين ان في سنة من السنوات يعني اصيب المسلمون بمجاعة في عصر عمر رضي الله عنه في المدينة، وكان عام قحط يعني، حتى يعني في كتب يعني السير والتاريخ يسمى بعام الرمادة. نعم. عام كان فيه قحط شديد جدا، القحط يعني بيؤثر كذلك على البهائم. نعم. فبيبقى صحيح. فيه مشكلة في الألبان ومشكلة في اللحوم وهكذا يعني. ففي يوم من الأيام أمر عمر بذبح بعير وتوزيعه على يعني فقراء المدينة وعلى أهل المدينة المنورة. وفي هذا العام كان عمر لا يأكل إلا الخبز والزيت. لكن على الغداء وجد شيئا من لحم السنام، سنام الجمل، ووجد قطعة من الكبد. فقال: من أين هذا الطعام يا أسلم؟ الأكل ده جاي منين؟ قال: يا أمير المؤمنين، من البعير الذي أمرت بذبحه. قال: يا أسلم، أكل أطفال المدينة أكلوا كهذا؟ نفس النوع ده، نفس اللحمة دي؟ طبعا احنا عارفين ان في مواطن معينه بتبقى في البهائم يعني اطعم يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مثلا الذراع وهكذا يعني. فقال: اكل اطفال المدينه اكلوا كهذا؟ قال: لا. فمش معقوله يعني هنوزع الكبده على ألف واحد يعني. قال: احمل عني هذا الطعام يا اسلم واتني بخبزي وزيتي، فبئس الوالي انا ان اكلت طيبها وتركت للناس عظامها. فبئس الوالي انا إن تركت طيبها وتركت للناس عظامها. ده نذر يسير جدا من علاقة عمر بالرعية، وكيف كان يتحسس أحوال الرعية، وكيف كان يزهد في هذه الدنيا رضي الله عنه. عشان كده احنا اتكلمنا عن زهده في المناصب وكيف ربى أبناءه رضي الله تعالى عنه. كذلك القرآن العظيم دي يعني من مآثر التي اختص الله تعالى بها عمر رضي الله عنه. نعم. أن القرآن نزل كثيرا موافقا لرأي عمر بن الخطاب. يعني تخيل بقى يعني مش احنا اختلفنا احنا الاثنين فجت مجموعة راح رجحت كلامي وقالت. نعم. كلام زين الأصح، لا، ده القرآن ينزل من السماء مهما كان الاختلاف مع مين. نعم. يعني اختلف بقى مع حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا ترى القرآن ينزل موافقا لرأي عمر رضي الله عنه وارضاه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يعني ذكرنا في البداية: هو محدث، هو ملهم، يعني لا يتحدث إلا بالحق رضي الله عنه. عمر يعني كان يوما في الطواف ورأى مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال يعني: هذا مقام أبينا يا رسول الله، أفلا نتخذه مصلى؟ نعم. يعني نصلي عند المقام.
يعني فلم يلبث يعني يسيرا حتى نزل قول الله تبارك وتعالى اتخذوا واتخذوا مقام من ابراهيم مقام مصلى. ابراهيم نعم. مصلى. الله. فسبحان الله، يعني راجل يعني تكلم بالكلمه فتتحول الى عباده، ويعني تنزل في القران العظيم. وهذا ان دل يدل لا يدل على مكانه عمر عند النبي فحسب صلى الله عليه وسلم، بل يدل على مكانه عمر عند الله سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى يؤيد كلام عمر يعني. نعم. صحيح، احسن. كذلك في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه دخل يوما على النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول آيات الحجاب، وقال يا رسول الله يعني إن النساء يدخل عليهن البر والفاجر. نعم. يعني ممكن حد كويس حد مش كويس وكده، وتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة يعني الحجاب. نعم. لأمهات المؤمنين، فأنزل الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يبقى اللي يتكلم مع أمهات المؤمنين يكون من وراء حجاب. فنزلت هذه الآية بعد كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. كذلك من المواطن عندما اختلف يعني النبي عليه الصلاة والسلام مع عمر في الصلاة على ابن سلول. نعرفين ابن سلول ده يعني فعل ما لم يفعله بشر في تاريخ النبوة. نعم. وطبعا هو الذي تولى يعني الحديث عن عائشة، والذي هو الذي تولى كبره، وهو الذي خاض في عرضها، وهو الذي انسحب في عدة معارك بمن معه. نعم. وأثر ذلك على يعني حالة المسلمين، هو الذي حرض اليهود، حرض المنافقين على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بلاوي كتير جدا 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 في التاريخ. فلما مات يعني ابن سلول، طلب ابنه وهو يعني الصحابي الكريم عبد الله، طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على والده. نعم. وبالفعل ذهب النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة، وهنا اعترض عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نافق؟ احنا كلنا عارفين إن ده منافق، ده ياما عمل فينا. نعم. هي كانت في مشكلة يعني نفسية أصلا عند ابن سلول مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو أصلا كان بيكره النبي أصلا لذات النبي وشخص النبي قبل دين النبي. نعم. عليه الصلاة والسلام، لأن هو كاد أن يتوج ملكا في المدينة قبل الهجرة. يعني كان هيبقى هو الملك في المدينة. طبعا بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام انقضى الموضوع انتهى، وبعدين كانوا خلاص يعني كانوا يعني جاءوا بالخرز لصناعة التاج لابن سلول. نعم. فهو عنده مشكلة نفسية، هو شايف النبي هو اللي سلبه الملك يعني. نعم. لكن طبعا النفاق لم يظهر في مكة، النفاق ظهر في المدينة. يعني النفاق لا يظهر في وقت استضعاف، لكن يظهر في وقت تمكين، ودي من العجائب يعني. يعني طول ما المسلمين مستضعفين مش هتلاقي منافق مسلم. لكن منافق يعني أقصد منافق عقائدي يعني. نعم. لكن في وقت قوة المسلمين في ناس بتبقى خايفة تظهر الكفر، يعني يظهر الإسلام كابن سلول. نعم. فلما يعني قويت شوكة المسلمين في المدينة المنورة وأصبح لهم يعني دولة ولهم رئيس وله جيش، فيعني ادعى أنه أسلم ويدخل المسجد ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان كل جمعة كل جمعة يقف قبل أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة ويثني على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو يعني مشاكله كتيرة جدا. فهنا عمر يعني اعترض وقال يا رسول الله إنه يعني نافق، تصلي على هذا المنافق؟ قال دعني يا عمر. قال يا رسول الله تصلي على هذا المنافق؟ قال دعني يا عمر. نعم. قال لقد نهاك الله تعالى عن الاستغفار. قال لو أعلم أن الله تبارك وتعالى سيتقبل سأفعل ونهاني عن الاستغفار، أنا سأستغفر له 70 مرة. نعم. وفعلا صلى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم. إنهم كفروا بالله ورسوله. فسبحان الله، يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني إكراما للابن يعني. نعم. للصحابي الكريم إكراما له، فيعني صلى عليه. وهنا ملمح أن الدفن في البقيع يعني ليس له ميزة. نعم. لأن ابن سلول دفن في البقيع، دفن في البقيع بجوار 10,000 من الصحابة. نعم. البقيع في 10,000 صحابة، ابن سلول مدفون معاهم، لم ينفعه ذلك. أننا يعني لا يستدل به على فضل أو حسن خاتمة.
اللي النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عن الموت في المدينه. نعم. طبعا هو ميزه ان حد يدفن بجوار الصحابه رضي الله عنهم، بس نعم. يكون من الصالحين يعني. نعم. لكن ابن سلول مش معنى ان اتدفن في البقيع ان يكون كده يعني، لا ده هو راس المنافقين وهو من اهل النار بنص القران الكريم. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع ان يموت منكم بالمدينه فليمت. نعم. عمر جمع الله له تبارك وتعالى من الخصائص ما فعلا تحتار فيه العقول. نعم. عشان كده احنا قلنا في البدايه نتكلم يا ترى عن ايه؟ طب نتكلم عن الحلم، هو كان حليم في مواطن. نعم. نتكلم عن شدته في الحق، كان شديدا في مواطن. نتكلم عن الزهد، كان زاهدا. نتكلم عن الورع، كان ورعا رضي الله عنه. هنتكلم عن خوفه من الله تبارك وتعالى، ده كان بيحاسب نفسه كل يوم، وكان نعم. بيقول للناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. صحيح. فأنت تحتار فعلا كيف يعني تجمع الخصائص والسمات نعم. التي فضل الله تبارك وتعالى بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا هناك بعض يعني القصص الموجودة في كتب السير، لكن يعني في سندها يعني مقال، ونحن لا نريد يعني أن نذكر ما ربما يعني ايه يؤخذ علينا بعد نعم. ذلك، وان كان احنا في كتب يعني التاريخ بيقبل في التاريخ نعم يتغاضى في الحديث يعني ما عن بعض لا يقبل في يعني احاديث النبي عليه الصلاه والسلام يعني نعم. احاديث يعني يعني وتعبد بها لله تبارك وتعالى. التاريخ اصلا تحقيق التاريخ صعب. نعم. طب دكتور زين، يعني هل يعني بالامكان ان نختم بوفاه عمر رضي الله عنه وارضاه، هذه المحطة التاريخية أيضا التي كانت بابا في ولوج الفتن بعد ذلك كما أخبر النبي صحيح. الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كنا يعني أشرنا إلى ذلك في الحلقة التي تحدثنا فيها عن عمر. نعم. لكننا لم نذكر أن عمر رضي الله عنه كان يعني يتمنى هذا الأمر، يعني كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك. فمعنى أن عمر قتل شهيدا رضي الله عنه هذه من مآثره، وأنه مجاب الدعوة. نعم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من الشهداء وهو من العشرة المبشرين بالجنة. لكن في ملمح كيف يتعامل المسلم مع يعني الأعداء، وإن عمر من قتله أبو لؤلؤة المجوسي. نعم. وعمر كان يحسن إليه، لكن أبو لؤلؤة لأغراض دنيوية يعني كان في الأيام التي قبل وفاة عمر رضي الله عنه كان يعد العدة لقتل عمر ابن الخطاب. بموت عمر ابن الخطاب فتح باب الفتن الذي لم ينتهي، ودي من فضائل عمر ابن الخطاب أيضا، إن تولى عثمان بعد عمر لكن باب الفتائن لم يتوقف إلى يومنا هذا. لا، باب الفتن لم يتوقف إلى يومنا هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر حذيفة بذلك، وعلم حذيفة من وعلم عمر من حذيفة ذلك، أن في يعني باب، وحتى يعني الباب ده سيفتح ولا الباب ده هيكسر. الحديث الذي دار بين عمر وبين حذيفة رضي الله عنه. بموت عمر انتهى الاستقرار. بموت عمر انتهى الاستقرار، ولم يعد الاستقرار إلى الدولة إلا سنة 41، لأن بموت عمر بن الخطاب تولى عثمان. أول 6 سنين من عثمان ما كانش فيه مشاكل. سيدنا عثمان تولى 12 سنة. أول 6 سنين الناس يعني كانت ترحب بعثمان، وكانت تفضل عثمان على عمر للين وحلم عثمان رضي الله عنه. لكن للأسف يعني الشديد الناس لم تحسن أن تتعامل مع لين عثمان. يعني عمر كان شديدا في الحق، بس عثمان كان لين في معظم يعني المواطن. لذلك عثمان نفسه أقر بذلك. نعم. وقال: رحم الله عمر. هذه من مآثر عمر، يعني من مآثر عمر أنه كان شديدا في الحق رضي الله. ليه بقى؟ لأن عثمان أراد يوما أن يقوم بتوسعة المسجد الحرام. أراد يوما أن يقوم بتوسعة المسجد الحرام. فأراد أن يخطب في الناس ويستشيرهم في هذا الأمر. نعم. مروان بن الحكم يعني قال: يا أمير المؤمنين، يعني فعل عمر ذلك ولم يحدث الناس، يعني هتوسع المسجد ده مش محتاج إن توسعة المسجد النبوي تستشير فيها يعني عموم المسلمين، يعني نعم. يعني توسعة مسجد. قال: رحم الله عمر، لقد اشتد عليهم فخافوه، حتى لو أدخلهم جحر ضب لدخلوا، أما أنا فلنت عليهم حتى أصبحت أخشاهم. نعم.
رضي الله تعالى عن عمر وعن عثمان رضي الله عنه. فيعني من مآثر عمر أن عثمان حسنة من حسنات عمر بن الخطاب، لأنه من الستة الذين اختارهم عمر رضي الله عنه للشورى. وبالفعل استمرت الفتن بعد ذلك بمقتل عثمان، ثم ما حدث من يعني التوترات والخلافات بين الصحابة، ثم بعد ذلك يعني لم تستقر الأمور إلا آخر ست شهور بعد يعني الخلافة الراشدة، عندما تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه في يعني آخر أشهر في 30 سنة، وهي تتمة الخلافة الراشدة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن عمر وعن سائر الصحابة الكرام، اللهم أمين. ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب الفاروق عمر، ونحب من يحب الفاروق عمر، ونبغض من يبغض عمر، ونرجو الله عز وجل أن يحشرنا مع عمر ومع الصديق أبي بكر ومع سائر الصحابة الكرام ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مشاهدين الكرام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام في جنة الله تبارك وتعالى ودار كرامته، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. في ختام هذا المجلس كل شكر والتقدير لضيفنا الكريم الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي، شكرا جزيلا دكتور زين ورضي الله عنكم. حضرتك يا رب. شكر الله لكم. الله خيرا وإياكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام على أن نلقاكم في مجلس جديد بإذن الله تبارك وتعالى من مجالس العلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.